السلام عليكم ورحمة الله. النكتة السياسية محاكاة ساخرة تملأ حياتنا اليومية. لعل الظروف الراهنة أظهرت مدى مواكبة المجتمع اليمني للمستجدات ومحاكاته لها. البعض يعدها من أكثر أو عفوا البعض يعد الشعب اليمني من أكثر الشعوب إنتاجا للفكاهة والنكتة السياسية. تأليف وابتكار وتداول ثم انتشار يسابق الأحداث. فكاهات تصبغ وجه الوطن الكئيب بالبسمة الساخرة هي بالنسبة للبعض نوع من المقاومة الناعمة ضد واقع مؤسف فرضته ظروف الانقلاب وما تلاه من حرب وتدهور معيشي. بالنكتة يحاول البعض خلق جو خاص مليء بالابتسامة في ظرف ملبد بالكآبة، جو ينقل المتابع من البؤس إلى الأنس ليكافح القسوة بطريقته الخاصة. الفكاهة بالنسبة لليمني وجبة يومية، ترياق لمكافحة الوجع الذي تصنعه الحرب، وهي مضاد فاعل للأوجاع السياسية وتبعاتها. تنوعت أشكالها بين الفن المكتوب والمقروء إلى اللحن والتجسيد الفني. لقيت أيضا إقبالا شعبيا وجمهورا عريضا يتداولها الجميع من كل الأطراف كوسيلة من وسائل التنفيس وشكل من أشكال المواجهة وربما الهروب من مرارة الواقع. حلقة اليوم ستكون عن النكتة السياسية، الأسباب، الدوافع، وكذا الجدوى والأثر على الفرد والمجتمع. في البداية اسمحوا أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من إسطنبول الإعلامي الأستاذ عبد الله الحرازي، كذلك سيكون معنا عبر الهاتف من صنعاء الصحفي منصور الجرادي، وكذلك سيكون معنا من جدة الفنان الكوميدي الساخر فنان اليمن محمد الأضرعي، وكذلك من عدن الأستاذ الصحفي نعمان قائد. أرحب بضيوفي جميعا. قبل النقاش نذهب لفاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا أبدأ هذه الحلقة عن النكتة السياسية مع الأستاذ عبد الله الحرازي عبر السكايب من إسطنبول. مساء الخير أستاذ عبد الله. شكرا عليك بشير وعلى جميع مشاهدي بين قوسين وقناة بلقيس. أهلا ومرحبا أستاذ عبد الله. ربما النكتة السياسية الجميع أصبحت لها رواج واسع هذه الأيام خاصة مع الأحداث السياسية. هل فعلا النكتة السياسية تحدث أثر، تحدث تغيير في المجتمعات، أم لمجرد الضحك والتسلية فقط؟ بلا شك لابد أن تزدهر النكتة السياسية في مثل هذه الأوضاع، فهذه البيئات، بيئة الأزمات والحروب ويعني المصاعب التي يعيشها أي مجتمع ويعيشها الآن المجتمع اليمني، هي بلا شك البيئة الملائمة والنموذجية لنشوء وانتشار وازدهار النكتة السياسية. بلا شك أن النكتة حتى من اسمها كمصطلح لغوي، النكتة هي نكت الشيء، أي يعني أن يكون في الشيء أثر من شيء آخر، أو هي نقطة تختلف عن ما يعني جسم الشيء الأساسي، هذا لغة. وبالتالي لابد أن يكون للنكتة وللسخرية السياسية بشكل عام دورها وتأثيرها في كسر التابوهات وفي مواجهة كل ما لا يستطيع المجتمع أن يواجهه بشكل طبيعي وبشكل سلس وبشكل آمن. نعم أستاذ عبد الله، يعني إذا فسرت لنا الغزارة الكبيرة التي يعني تنتشر هذه الأيام في اليمن للنكتة، ترجع هذه الغزارة بالنسبة للنكتة في اليمن، هل هي صنيعة اللحظة، صنيعة حدث معين، أم ربما البعض اتخذ منها منصة للانتشار، منصة للضحك فقط؟ قلت لك عزيزي أن هذه الظروف الصعبة والكاسية، ظروف الأزمات وظروف الحروب، هي البيئة المناسبة والنموذجية لنشوء وانتشار وازدهار النكتة السياسية بكل تجلياتها وبكل مستوياتها، سواء النكتة المكتوبة التي يتداولها الناس عبر الواتس، أو النكتة التي تتجسد في أعمال فنية كالأغنية، كالمونولوج، كالمشهد التمثيلي. لدينا الآن كثير من المساعدات والوسائل التي يمكن أن تسهم في ازدهار النكتة أو السخرية بالمعنى الأشمل للوضع. دعني نقطة أساسية وعلمية تقول أن النكتة السياسية أو السخرية هي آخر سلاح يلجأ إليه أي شعب أو مجتمع بعد أن يكون قد فقد كل أدوات الرد الطبيعي على ما
يتعرض له. إذا النقطة السياسية ازدهرت في هذه الأوضاع لأن هناك حالة قمع وحالة صراع شديد لا يمكن مقاومتها بأكثر من النقطة ومن الكلمة. نعم. ومن الصوت من طيب. كل التفاعل. أستاذ عبد الله اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من صنعاء الأستاذ منصور الجرادي. مساء الخير أستاذ منصور. مساء النور أخي بشير والمشاهدين الكرام. اهلا ومرحبا بك استاذ منصور. ربما الاستاذ منصور الفت كتاب عن النكته السياسيه منذ انطلاق ثوره عام 2011. الظروف التي جعلتك تؤلف كتاب خاص بالنكته السياسيه في اليمن، الاسباب، الدوافع ما هي؟ اولا يعني كانت حقيقه لم تكن الكتاب محض صدفه، لكنه بدا عندما انطلقت ثورة الشباب في 2011. تم تأسيس مجموعة للنكتة سميناها خفة دم اليمنيين في الثورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هناك اندفاع شديد من قبل الناس للمشاركة في هذه المجموعة. من ثم بعد ذلك قمنا بحقيقة يعني جاءت فكرة أنه لماذا لا تجمع هذه النكات ونشرها، يعني فنشرت تحقيق حول النكتة السياسية في الثورة في صحيفة الناس آنذاك. نعم. وطبعت يعني الصحيفة وتداولوها كثير من اليمنيين، ومن ثم بدأت ثقافة انتشار النكتة بعد 2011 بشكل مكثف بعد صدور الكتاب الذي كان له أيضا أعتقد أنه له دور أيضا في انتشار النكتة السياسية والسخرية من الأوضاع. نعم. قال المقاله انه كان كتاب مهم يجب ان يوثق، هو يوثق للنكته ويجب ان يستمر في التوثيق للنكته يعني. نعم. من خلال اهتمامك استاذ منصور. نعم. من خلال اهتمامك استاذ منصور يعني النكته السياسيه وتاليف هذا الكتاب، هل فعلا النكته السياسيه تحدث تغيير في المجتمع، تحدث اثر كبير، ام تظل النكته بس ربما للتنفيس عن يعني سواء للتعبير عن سخط او عن فرحه؟ النكته او السخريه ايا كانت وسيلتها لها عدة أوجه حقيقة. صحيح أنها تعطي الرفاهية والضحك، لكن بالمقابل لها أداة سياسية فاعلة. يعني إذا كانت هناك العديد من وسائل الكبت التي مورست ضد المواطنين وضد وسائل الإعلام وضد الإعلاميين من خلال إيقاف المواقع الإلكترونية أو وسائلهم الإعلامية ونزوح الكثير من وسائل الإعلامية للخارج، فكان المتنفس للمواطن هو النكتة واستخدامها عبر كل الوسائل المتاحة. نعم. في الواتساب أو الرسائل العادية أو في المقايل أو في حتى وسائل المواصلات. نعم. النكتة لم تعد فقط مجرد تسلية، لكنها وسيلة لأداة مهمة جدا للتغيير السلمي. نعم. وهي وسيلة حقيقة للتعبير عن مكنونات المواطنين وعن التعبير عن سخطهم عن الأوضاع وعن كل حدث. لو تلاحظ أنه تظهر مجموعة من النكات عندما تظهر قرار سياسي مثلا أو حدث ما حصل الآن مثلا. نعم. على البترول، على أي من هذه المواقف. أستاذ منصور، أبطال ونجوم النكتة السياسية من خلال متابعتك لمن كتب ولمن مثل ولمن قدم في هذا المجال، هناك أسماء انتشرت في اليمن وثقتموها في كتابك؟ أنا كانت رمزية، لم يكن هناك رمزية في الكتاب الذي نشر حقيقة. أنا ذكرت هؤلاء بالاسم يعني الذي استهدفتهم الذكات، وبالتالي كانت جزء منها هو يعني حقيقة كان في جرأة أن أنا أتحدث عن هذه النكات التي هي بالأساس جاءت على أفواه الناس. أنا صحيح كان لي الدور في التعليق عليها كسر تاريخي متزامن حتى مرحلة الحوار الوطني، لكن كان هناك ازدهار عظيم للنكتة فيما بعد الحوار الوطني أكثر من السابق. كان في ذكر للنكتة بالاسم يعني مثلا يعني لا نريد أن نضع أسماء هنا، لكن كان أيا من السياسيين يورد على شيء غير المألوف في الواقع كانت تطلق النكات من قبل المواطنين وليس من قبلنا، فكنا نوثق. نعم. مثل هذه النكات وكانت لها تأثير بالغ حقيقة. نعم. المحذور والممنوع في التناول لأي قضية سياسية من خلال متابعتك لليمن في يعني عام 2011 حتى الآن وقبلها، وأيضا المرحلة الآن في مرحلة الانقلاب.
محظور في ماذا؟ في النكتة تقصد؟ أقصد في أيوة نعم، أقصد المحظور ربما لو يعني الذين يقومون بالتعبير عن طريق النكتة السياسية حول موقف معين أو قضية معينة أو نقد معين لشخص ربما عليها محاضير، ويعني البعض قد يدفع حياته ثمن لذلك. دعني أقول لك أخي العزيز أنه لا يوجد حتى اللحظة أي محاذير تجاه إطلاق النكتة، لأنه لا يمكن أن تقيد الناس عن إطلاق النكتة، وهي متنفس على الأقل مهم جدا بالنسبة لهم، ولا يستطيع أحد أن يحاسب أحد على إطلاق هذه النكات أو حبسه مثلا أو ملاحقته. يعني حتى لحظة أنا لم أرصد مثل هذه الانتهاكات المتعلقة في النكات إلا في حالة إغلاق الواتساب فترة من الفترات، وهذا فشل أيضا وعاد. نعم، إذا قلنا محظور أخلاقي على الأقل أستاذ منصور، هل هناك فعلا محظور أخلاقي أم ربما النكات أوقات تتعدى حتى المنظور الأخلاقي في طرحها وسردها أو حتى تمثيلها وتقديمها بشكل غناء أو تمثيل أو حتى كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ من خلال متابعتي للنكات الموجودة الآن حقيقة لم تتعدى الجانب الأخلاقي على الإطلاق، لا بالعكس، كانت هي انتقاد للوضع القائم، انتقاد لحالة معينة، انتقاد للاستهتار الحاصل بحياة الناس مثلا ووضعهم الاقتصادي والاستمرار الحرب العبثية، وأيضا انتقاد لبعض القرارات الدولية، وانتقاد أيضا للاستهداف المعيشي للمواطنين مثل إيقاف المرتبات ونقل البنك المركزي إلى الأمام، وأيضا كان التعبير عن حالات مستمرة للمواطنين يعيشون ويتعايشون معها. أستطيع أن أقول لولا النكتة السياسية حاليا لما وجد اليمنيون متنفس يعبرون فيه عن مكنوناتهم، ولها تأثير قوي، وهذه النكات حقيقة أستطيع أن أجزم أنها تغير كثير من المواقف. نعم، أشكرك أستاذ منصور. إذن شيء جميل أن يعني رغم الوضع السيء والصعب الذي تمر بها اليمن والظروف المعيشية والحالة الصعبة وجعل من النكتة السياسية متنفس، إلا أنه لا زالت هناك تحكمها يعني قيم أخلاقية لا زال اليمنيين يتمتعون بها، وهذه قيمة سامية. شكرا جزيلا لك الأستاذ منصور الجرادي، مؤلف كتاب النكتة عن السياسية عن الثورة اليمنية منذ 2011، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام، قبل الانتقال إلى المحور الثاني وترحيب بضيوفنا، سيكون معنا بالتأكيد الفنان القدير محمد الأذرعية، الأستاذ عبد الله الحرازي معنا على سكايب، وأيضا سينضم معنا من عدن الأستاذ نعمان قائد من محافظة عدن. لكن الآن نتابع بعض التصريحات حول النكتة السياسية ومن ثم نكمل النقاش. في الحقيقة الدافع لتأليف النكتة السياسية هو الهروب من الواقع المر وإيصال رسالة بطريقة ساخرة، وخصوصا عندنا في الشعب اليمني عندما تحدث أحداث سياسية طارئة، فتجد أن عبر وسائل التواصل الاجتماعي توصل قبل المنشورات وقبل الأخبار الصحفية، تجد هناك منشورات كثيرة يعني كلها نكت سياسية. النكتة السياسية حقيقة هي تعبر عن مدى الفهم الشعبي، بيقولوا في فئة صامتة، صح في فئة صامتة لكن مستوعب الوضع وإيش اللي بيدور. هي نتيجة أحيانا تجي مشاعر إحباط، إنه الناس عندهم تفاؤل سريع إنه الأوضاع بتتغير سريع وكذا، ثم تطول. وأحيانا تأتي النكتة السياسية نتيجة تغيرات مفاجئة، حيث إنه أشياء ما يمكنش كانت تحدث فحدثت أشياء متغيرات. فبنستخدم أحيانا النكتة السياسية من باب اختصار المشهد كامل في كلمتين. النكتة السياسية جاءت أو يتداولها كثير من الناس للترفيه على أنفسهم والخروج من الجو الذي يعيشه اليمن، وكذلك للتقليل من حجم المعاناة التي يعانيها كثير من الناس. غموض المشهد كان الدافع الأساسي لنشوء أو النكتة السياسية. غموض المشهد هو الذي دفع الكتاب الساخرين والناشطين إلى ابتكار أو كتابة النكتة. أعتقد طول أمد الحرب ويمل الناس من أخبار الجبهات والقتال وكذا، فطبيعي أنهم يذهبوا للترويح عن النفس يعني بالنكتة السياسية. الجدوى أنه يعني طبيعة البشر، يعني لا يوجد حزن دائم ولا يوجد فرح دائم ولا يوجد سرور دائم ولا يوجد يعني يكون بين 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 هالبين. يعني الدافع للنكتة السياسية هو وجود أقلام مأجورة وأبواق ودواشين
لتجار حروب ولقادة فساد، وصنعوا منهم بأنهم قادة وطنيين وجعلوا منهم رموز، فيلزمنا نحن أن نعطي هذه النكتة السياسية كي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا ربما عينة عن النكتة السياسية. عودة للأستاذ عبد الله الحرازي من اسطنبول عبر السكايب. أستاذ عبد الله، ذكرت قبل أن أنتقل إلى ضيفي الآخر منصور الجلادي من صنعاء، كنت تحدث بأن النكتة السياسية ربما هي لها عدة أشكال وعدة أنواع، منها ما يكتب وينشر في الوسائل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، أيضا ما يمثل ويجسد بشكل درامي، ما يعرض على برامج ساخرة في التلفزيون. أكثر هذه البرامج تأثيرا ووصولا للناس من وجهة نظرك؟ يعني قبل أن أجيب على سؤالك، أولا أعبر عن سعادتي الكبيرة بهذه العينة والشريحة العشوائية من الأخوة المواطنين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وحقيقة أنا في غاية السعادة أن لديهم كل هذا الوعي بالنكتة السياسية بأغراضها وبأسبابها، وأيضا كما قال آخر المتحدثين وهو إسقاط الهالة، هالة هؤلاء الذين فرضوا على هذا الشعب ويريدون تقديسهم، ليس فقط تقديس سياسي وإنما تقديس ديني. فنسف هذه الأصنام هو أحد أهم أهداف السخرية بشكل عام. أيضا لتعليق إذا سمحت لي على ما طرحه الأخ منصور، وهو تحديدا أنه لم يرصد أي ملاحقات نالت أحدا بسبب السخرية، وأعتقد أنه سنتحدث أستاذ عبد الله، سنعطي هذه الجزئية حقها، في لأنه بالتأكيد هناك كثر من الشباب اللي يعني ناشطين في هذا المجال تعرضوا لي، وأنت ربما أبرزهم أستاذ عبد الله، أنت دائما تكتب في هذا المجال، كم حجم التهديدات اللي يعني وصلتك. قبل أن ننتقل إلى هذا الجزئية، ممكن تضعنا في صورة التأثير، أكثرها تأثيرا كما سألتك قبل قليل؟ صراحة لا يوجد برنامج يعني وحيد استأثر بالساحة، وإنما كلها تعاضدت، سواء كانت البرامج التلفزيونية أو الأشكال الأخرى من السخرية، سواء كانت النكتة المكتوبة أو كانت الأغنية أو المونولوج كما ذكرت. تاريخ النكتة السياسية، أولا دعنا نوضح أن صراع اليمنيين ممتد منذ ثلاثة، أو بالأحرى نحن الآن في العقد الرابع من الصراع مع هذا النظام، نظام المخلوع صالح الذي جثم على حياة الناس طوال أربعة عقود، يعني رابعها هذا الذي نراه الآن ووصل فيه إلى ذروة القمع. وبالتالي مسألة النكتة السياسية في اليمن هي ممتدة وتطورت، ابتداء من النكات التي نالت من الرئيس الغشمي في الشمال وبعض الرموز في الجنوب مثل علي عنتر وغيرهم، تطورت في مراحل تالية وأصبحت يعني وصلت إلى حد دعني أقول أنه يعني راقي وكبير. في العام 2006 بان الانتخابات الرئاسية والسخرية الكبيرة التي حمل مشاعلها الفنانين فهد الكرني، وهي مناسبة لأن نمسيه بالخير أيضا، وكذلك معنا الزميل محمد الأضرعي، والذين فتحا وكان جناحا السخرية العلنية والمتعمدة والمدروسة والمحترفة في المجال السياسي، ومنهما انطلقت يعني على أثرهما انطلقت الكثير من الأعمال. فبالتالي لا يوجد عمل واحد هو الذي استأثر بالتأثير، لكنها تضافرت جميعها. نعم. طيب أستاذ عبد الله، إذن هذا الأشكال جميعها ومجملها التي تجسد النكتة السياسية لموقف معين، لقضية معينة، لتوجه الرأي العام، هل فعلا تصل إلى المعنيين وتحدث فيهم أثرا تغييرا سواء سلبا أو إيجابا؟ بلا شك أنها تصل، هي تصل. الصراع هنا هو على الجماهير وليس على وليس إلى الأفراد، يعني بلا شك أنها تصل، وإلا لما لوحك الناس، بلا شك أنها تؤثر، وإلا لما أقفلت المواقع ولما توبع المبدعون ولما يا رجل حتى الآن، يعني منذ ثلاثة أيام نضع أيدينا على قلوبنا على الصديق مروان كامل الذي يلاحق الآن في صنعاء، وهو الأخير آخر من يكتب وظل في البلد، وهو الآن ملاحق بسبب سخريته اللاذعة في نعم. في صفحة على الفيسبوك، يعني نعم. بلا شك أن هذا دليل كبير على التأثير وعلى أنها تفت في عضد هؤلاء يعني مشاريع الموت بشكل عام. نعم أستاذ عبد الله، إذن اسمح لي أيضا نشارك معنا من عدن الصحفي القدير الأستاذ قائد نعمان قائد عفوا. مساء الخير أستاذ نعمان. مساء النور. اهلا ومرحبا بك استاذ نعمان. ربما انت لك يعني
قراءة أخرى، أنت كاتب صحفي وتتابع مثلا النكتة السياسية، هل أستاذ نعمان النكتة السياسية تكون يعني خلفها مطابخ لإنتاج أي نكتة وتوجيه الرأي العام حول أي قضية معينة، أم ربما الأحداث والوقائع والقضايا هي التي تفرض وتنتج مثل هكذا نكات سياسية؟ الجانبين، يعني في مطابخ تشتغل على الموضوع النكتة السياسية، نعم، وأيضا بنت اللحظة أو الحدث أو المناسبة الذي ممكن تقال فيها. نعم، أكثرها تأثيرا التي تأتي بتلقائية أم التي تصنع صناعة وتمول؟ وطبيعي التلقائية دائما ما تأتي أفضل بصورة أفضل. نعم، وهي حكاية أنه مش النكتة بالضرورة لكن القفشة أيضا، يعني من خلال مثلا أثناء الحديث عن موضوع معين والآخرة تستذكر شيء فتأتي بما يفيد كلام مباشر لتدق في نعش الموقف نفسه اللي تريد أن تجرحه أو تنقله يعني. نعم أستاذ نعمان، البعض يقول أن النكتة السياسية قد يعمد يعني من هم يعني ربما تروج ضدهم هذه النكتة السياسية باستغلالها وإخراج القضية من مضمونها. بمعنى آخر، مثلا على سبيل المثال، مثلا أن لو أخذنا صورة حية مثلا من عدن عن مياه الصرف الصحي، انقطاع الكهرباء، ربما المعنيين قد يلجأوا إلى نشر مثل هكذا فكاهة سياسية سخرية حتى ينفس الناس عن ما بداخلهم، ولكن الخدمة تظل مثل ما هي منعدمة وغير موجودة. لا، هي اللي اسمه يعني هذا في حالات، إنه مثلا زي ما أقول لك هذا يعني كاتب سلطة، نعم، يعني بمعنى أو آخر ولا آخر يريد التنفيس من خلال النكتة اللي تبعد يعني الأنظار عن ظاهرة معينة بشكل أو آخر ولو بنقد خفيف. لكن هو موجود حكاية الدعاية والدعاية المضادة، هو يفترض أنه في أي حكم أن يكون لديه هذا المكتب خاص أو لجنة خاصة تشتغل على هذا الموضوع، أن تلتقط النكات اللي هي مضادة وفي نفس الوقت توجه نكات أخرى، أو أن تستبق الأحداث بنكات تمتص الغضب إلى حد ما قبل أن يستغلها الطرف الآخر. نعم، من أكثر إجادة أستاذ نعمان لاستغلال هذه النكات السياسية؟ من يروجها أم الذي يعمل ضدها؟ أنا أعتقد أنه أكثر من يستغلها وهذا في حالة أنه موجود تواصل هو الشارع، الإنسان العادي. لكن بالنسبة للسياسيين والهذا والآخر هو يعتمد على مدى التناقض في المواقف والمصالح أيضا. نعم، إنما الأكثر من الممكن أنه يستغلها بشكل واضح وهذا ويشتغل عليها هو الشارع. نعم، الشارع العدني هذه الأيام أكثر ربما نسميها نكتة سياسية منتشرة، ما هي؟ النكتة السياسية على الجانب المعيشي. وعلى ذكر هذا الجانب المعيشي نذر احتضنا الآن على حكاية الرواتب وتأخر دفعها لأشهر كثيرة، هي نكتة سؤال موظف الدولة كيف الراتب معك؟ كيف الراتب؟ أجاب مثل الدورة عند المرأة 3 أيام والباقي أنت تفهمها. حلوة. وفي رواية أخرى 5 أيام. أما اللي ما يستلمش راتب على طول فأكيد زي اللي ما تجيليش الدورة إيش الباقي. منتشرة، تم كتابتها مثلا بمواقع التواصل. واحدة من النكت اللي الآن يستحضروها الناس في عدن وهذا في الجنوب عموما أو في اليمن كله يعني. بالتأكيد بالتأكيد، هذا ربما هو شكل من أشكال النكات التي انتشرت الآن مؤخرا في عدن. إن شاء الله أستاذ نعمان تروح هذه الغمة على اليمنيين بشكل عام سواء في عدن وبقية المحافظات، تسلم الرواتب، أيضا تعود الخدمات، الناس يؤملوا كثيرا، وربما هذه هي النكتة السياسية وسيلة من الوسائل التي يطالب الناس بها حقوقهم، علها تصل رسالتهم. شكرا جزيلا لك الصحفي القدير الأستاذ نعمان قائد، كنت معنا من محافظة عدن. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل قبل محورنا الأخير، بينضم إلينا الفنان القدير محمد الأضرعي، لكن سنتابع مادة معلوماتية أعدها زميل أو ربما كليب، نتابع هذا الكليب عدتها الزميلة إلهام عامر حول النكتة السياسية، أثرها وأشكالها بقالب كوميدي وبرامج ساخرة، نتابعها ومن ثم نكمل الحديث. إيش حصل؟ فرحونا إحنا كلنا يمنيين، بس قولوا لنا إيش حصل؟ ما الفرحة هذا إلا وفي حاجة كبيرة، فزنا بكأس العالم، يمني طلع سطح القمر، أكيد وقفت الحرب صح وعم السلام والأمان، وقفت الحرب، أصبحنا دولة عظماء، أو إيش حصل أمانة؟ فرحونا، الله يكتب أجركم. صباح 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 مالها أبو عثت. يا أنا يا حبيبي أموت أنا، أموت أنا وأعرف إيش حصل وإيش فرح أصحابنا. صباح تشكى صباح تشكى
صباح تشكى صباح تشكى. أصبحنا وأصبح الملك لله. شكرا شكرا للإيراد الذي أنقذتني بعد ما كنت حيرة. بالنسبة للمتغيرات هناك متغيرات جمة وكثيرة. نشوف متغيرات في اللبس، متغيرات في اللوك، في اللحية، متغيرات حتى في المكان. أنا غيرت مكان من مكان إلى مكان، وذلك تستغربوا عندما تتطير القشرة. خلاص انتهى حتى الصابونات، انتهى حتى المكياج والبغاج والخلاص. في الآن في حاجات كثيرة الله روح. ولكن بإمكاني أن أطلعك على أهم الأسباب. هناك أربعة أسباب رئيسية كانت سبب عائق لوصول وفدنا إلى الكويت والتأخر عن هذه المفاوضات. السبب الأول وهو ما أفاد قيادي كبير في أنصار الله والذي طلب مني عدم ذكر اسمه، وهو الأخ محمد علي الحوثي. قال بالحرف الواحد: نحن نرفض قرار 2216 رفضا قاطعا. بلاش حراق، حتى ابو الزوامل حقكم طلعتوا فوق الكنبة. المهم نرجع للموضوع. محمد علي الحوثي برميل الثورة والسوق السوداء يفتتح موسم النفير على الموتورات. ركبوه موتور، نعم ايش الشي تخفي تخفي يا ابو البراميل. الله عقلك انت كده يا حماعي الحوتي، باين تركب موتور توك توك دينا، تمشي رجل ساع فرس النهر، بتظهر في الرادار ساع كفر الحراتة، تتقعبل قعبلة وعلى الشاشة واضح تماما. بس ما حد يشتيك، انت داري بكم الصاروخ؟ مش داري والله. والله لو تبزق طول عمرك ما تدي قيمة المروحة اللي داخله. اشتي زباله ولا مرة، الله يسيبكم الله لا وفقكم. انت طبعا ما تبالي، بس انا اتضررت من هذه القضيه، طاحت اموالي ومستقبل عيالي لجل حربك والبرع والهوشلية. ما نبالي إذن بهذا المقطع الأخير لفنان القدير محمد الأضرعي الذي نرحب الآن. مساء الخير أستاذ محمد. إذن ربما لم يجهز الاتصال للأستاذ محمد الأضرعي لنتصل به. إذن أعود للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، عدنا لك من جديد مجددا، تابعنا هذه المقاطع ربما الجديدة ما أسمعك كيف؟ أنا أتابع بعض النكات الجديدة على الواتساب. ها جميل. أستاذ عبد الله، ربما تابعت هذه المقاطع التي استعرضناها من بعض البرامج اليمنية التي جسدت النكتة بقوالب مختلفة. يعني أكثر الألوان ربما أعجبك وربما وصل إلى جمهور أوسع من وجهة نظرك، وأنت كنت معد لأحد البرامج هذه. نعم أنا كنت منتج لأحد البرامج وبرنامج ولا نفس. نعم الذي إن شاء الله نستعد لإطلاق الموسم الخامس منه قريبا بإذن الله. تحية لكل الأصدقاء والزملاء الأعزاء الفنانين الذين ظهروا في هذا الكليب، شكرا للإلهام التي أعدت أيضا. حقيقة لكل منهم نكهة ولكل منهم يعني أسلوبه في الطرح وفي السخرية، وكلها وصلت إلى مبتغاها وكلها أسعدت الناس في ظل هذه الأوضاع القاسية. لا أملك حقيقة القدرة على الاختيار بين أحد. بالتأكيد هما هي منظومة متكاملة أستاذ عبد الله. بالفعل هي منظومة متكاملة، كل شخص ربما يعني يحمل ركن. نعم أخي بشير. نعم. من جمال السخرية ومن ميزتها أنها لا يمكن أن تنسب لأحد. اخترع الناس حتى شخصيات وهمية لكي لا تطال المسؤولية أحد فيما مضى. سمعنا عن جحا وهو شخصية وهمية، دون الكتاب عن ابن إياس وهو يعني قصائد وأشعار من أيام أواخر عصر المماليك، حيث بدأ توثيق النكتة السياسية بشكل أدبي. أيضا ابن إياس كان شخصية وهمية منذ عشرات السنوات، ونحن نسمع النكتة في على الأقل في المناطق الشمالية أنها قال صاحب ذمار، وصاحب ذمار هذا هو كل من يستطيع أن يضحك. أصحاب ذمار وأصحاب يريم وأصحاب
صعب أن تنسب السخرية لشخصية واحدة، ذلك أنها أنات جماعية تعبر عن مجموع لهذا الشعب. وهذا الأهم الأهم أستاذ عبد الله، الأهم فعلا الأهم من هذا النقطة أنها فعلا تحدث أثر وتحدث تغيير، وهو ما يحصل مؤخرا. اسمح لنا إذا الآن انضم إلينا الأستاذ محمد الأضرعي. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور والعافية. شكلها غاغة من البداية أستاذ محمد. ليش ايش قلت فيه؟ يسعد أيامك أستاذ محمد. ربما كان آخر عمل أستاذ محمد من زمان، يعني حتى قبل ثورة 2011 الأستاذ محمد الأضرعي كان له مسيرة حافلة في الفن الساخر، سواء عبر الأشرطة الكاسيت ومن ثم للمشاهد الدرامية وبرامج. أخيرا حطبك المقام في برنامج غاغة، كان للأمانة حقق مشاهدة واسعة وجمهور واسع. هذا التجربة في غاغة إيش اللي ميزها مثلا عن بقية الألوان الأخرى التي قدمتها في نشر النكتة السياسية، الانتقاد للأوضاع، الوضع المعيشي الاجتماعي؟ في غاغة بماذا تميزت عن بقية ما قدمته سابقا؟ والله يا أخي ما أنا بالنسبة لي أنا أحس أنه نفس العمل، يعني نفس الأعمال اللي بنفعلها، فقط أنه هذا غاغة يعني أضفنا فقرة جديدة وهي هذا اللطمية أو مدريش اسمها الراكور ولا مدريش يسموه هذا، أضفناها إضافة يعني جديدة في البرنامج، ولا نفس الشيء الأغنية والتمثيلية. ما أعتقد يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أعتقد ما أسترش يعني أقول لك إيش المميز وإيش ما هو المميز. نعم ما أسترش أتكلم على عملي. نعم بالتأكيد أستاذ محمد، كل لون هو بيوصل رسالة معينة. إذا تحدثنا عن أثر يعني ما تقدموه من ألوان بهذه القوالب الساخرة أستاذ محمد، وأنت لك باع طويل في هذا المجال، الأثر الذي لمسته أنت كفنان من الناس، يعني ناقشت قضية معينة وفعلا المردود يعني الصدى عاد بشكل إيجابي وحدث تغيير في المجتمع. والله يعني في العمل الأخير ولا في العمل كله بشكل عام؟ تكلم عن مسيرة وعن النكتة السياسية بشكل عام. نعم لا أنا شوف أنا تكلمت عن تهريب الأطفال، تكلمت عن العزوبية، تكلمت عن طاعة الوالدين، تكلمت عن تربية الأبناء، تكلمت عن الغلاء، تكلمت عن حاجات كثيرة. أنا أعتقد يعني في برنامج معين يعني في تهريب الأطفال لاحظت إن في ناس كثير من اللي يلامسوا هذه القضية اللي هي تهريب الأطفال، لاحظت إنهم يعني سمعوا الشريط وبدأوا يفهموا إيش معنى تهريب أطفال وإيش المطلوب. نعم. وإيش نفعل وإيش هذا. نعم. بالنسبة أيضا بالنسبة لقضية الغلاء والفساد لاحظت إنه الناس كلهم سمعوا وصلوا عندهم وفعلا تغير وبعد تغيير وبعد ثورة، يعني فيه الحمد لله ما كان العمل يؤدي دوره والرسالة كانت توصل. نعم أيضا العمل الأخير كان الناس يعني كلهم أول مرة يعني يسمعوا، كأنه أول مرة يسمعوا يعني واحد يتكلم عن الخرافات اللي يجيبوها الشيعة والخزعبلات والضحكة فارتاحوا ناس كثير من العمل الأخير هذا بسبب هذا الإضافة اللي أضفناها. نعم السر أستاذ محمد بانتشار برنامج معين أو تمثيل معين أو مشهد معين أو حتى نكتة معينة، هل هو مثلا اختار يعني الكلمات، اختيار الكاركتر الدرامي الذي يجسد هذه النكتة السياسية؟ أنت كفنان تلمس ربما هذه الجزئيات والتفاصيل، أهم محور في النكتة السياسية ومؤثر يجعلها تنتشر ويتقبلها الجمهور بشكل أوسع؟ أهم موضوع هو الموضوع نفسه اللي القضية نفسها أو النكتة أو أيوة القضية. نعم. نفسها هذه تأثر، وبعدين يجي الكلمات ويجي الكاركتر ويجي النكت، هذا كلها لازم تكون مواكبة للموضوع نفسه. نعم أسهل النكات أو المواضيع التي تناقشها بالطريقة الساخرة بالنسبة للفنان محمد الأضرعي ما هي؟ الفساد، الغلاء، المشاكل الاجتماعية، إيش؟ القضايا الفساد بشكل عام، يعني المشاكل التي يواجه المواطن التي تكون عقبة في طريقة، هذا كلها يعني أي نكتة في هذا المجال تكون حلوة، بالذات السياسة، يعني بالذات السياسة على الحكومة على هذا تكون أسهل، يعني لأن في ليش أسهل؟ لأن فيه فساد كثير يعني، فهمت؟
نعم أيوة. طيب. يعني أكثر ما يكون أي مشكلة فيها فساد كثير أو غلط كثير أو هذا تكون أسهل شيء فيها النكتة. نعم أستاذ محمد، أنت ونظرائك من الفنانين، السبب اللي يجعلكم تتصدروا هذا اللون من النوع في المجتمع، في مجتمع ربما تحاربون فيه، حياتكم تعرض للخطر، أنت حتى في الفترات الماضية حوربت حتى في مصدر رزقك، ويعني ربما حتى لم تحصل على وظيفة إلا بعد ثورة 2011، ولم يعني تستمر حتى مدة عام، ثم بعد ذلك يعني نفدت بجلدك بعد أن أصبحت ملاحق في كل مكان. الدافع الذي يجعل الفنان ربما يتصدر هكذا قضية ويتكلم عن رموز ويعني أخطبوط من الفساد وشخصيات نافذة قد تودي بحياة الشخص إلى دفع حياته ثمن لذلك أو للسجن أو للملاحقة. يا أخي هذا كأن عندما تشوف أنت حاجة غلط يعني هتربينا على هذا الشيء، الغلط غلط. نعم. فما نخافش حتى من لا من الرئيس ولا، لأنه الله معانا أصلا. الله قال والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما بش مشكلة عندنا فيه ولا نعم. احنا خايفين من هذا النوع. نعم ستستمر وتواصل هذا الطريق إلى متى؟ إن شاء الله. إلى متى؟ سنستمر حتى آخر رمق. أيه آخر رمق ولا حتى آخر يعني لبنى تبنى في الدولة بالشكل المدني. أي ما في مشكلة سواء هكذا أو هكذا، إحنا سنظل حتى لو قدر الدولة سنظل دورنا معروف إن إحنا نعدل وننتقد الفساد سواء في دولة بنيناها نحن أو غيرنا أو نعم. عندنا أي مشكلة. نعم أستاذ محمد أختم معك بس بكلمة أخيرة، رسالة أخيرة لمن هم مهتمون أيضا من زملائك في هذا الفن وفي النكتة وأثرها في المجتمع. أنا أقول لكل زملائي يجب علينا أن نحارب الفساد، ولا لأنه أغلب الفنانين واللي يشتغلوا في هذا المجال كل واحد يقول أنا ما لي دخل، أنا فنان أنا ما أدخلش في السياسة. يا نعم. أخي السياسة هي حياتنا، مش القضية أنه سياسة ما سياسة. نعم. الحياة كلها هي لازم أنك تتكلم، إذا كنت شسكت عن مستقبلي ومستقبل أولادي بحجة أن أنا شسكت على السياسة وأرضى بالخنوع للحوثي أو غيره، إيش الفائدة مني كفنان؟ لا تقول ليش أنا فنان للجميع، لازم تكون عندك قضية، لازم تدافع عن وطنك، لازم تدافع عن أهلك، لازم تدافع. أما تقول لي أنا صاحب أنا فنان للجميع، إيش من فنان للجميع هذا؟ يجب نعم. على كل فنان أن يشتغل وأن يتكلم في هذا اللحظات ما دام قادر على الكلام، قبل ما يجي وقت ما تستطيعش أنك تتكلم ولا يستطيع أنك تغني ولا تستطيع. إذا كان في فرصة أنك تحارب الفساد وتحارب لأجل وطنك تفعل. نعم. لا تمش تتمكنها أنا فنان للجميع. نعم. ما فيش حاجة اسمها أنا فنان للجميع. نعم. وما فيش حاجة اسمها أنا فنان مش سياسي. بالتأكيد. بالعكس. أستاذ محمد أختم معك بس نكتة يعني ربما نكتة سياسية جميلة راجت أو آخر نكتة لديك يعني. نسمعها منك نودعك فيها. والله يا أخي أنا هذا ما فكرتش إنك عتقول لي نكتة. سادة عم عادي جيب أي شيء. والله ما النكت هذه دي ما تجيش بالطلب. لو أنا عارف إن أنت عتقول لي كنت تقول لي بجهز نكت. طيب أكثر نكتة راجت يعني تحفظها حتى ولو قديمة يعني. والله ما أدري بس أنا ما يغيب إن النكت عن فكري الآن حتى نكتة على أصحاب دمار يعني. المهم نكتة تضحك الناس محمد، نودعك فيها، لازم الجمهور الشيء يبتسم، احنا في برنامج نكتة سياسية. ها مش ضروري سياسية ولا أي نكتة؟ أي شيء أي نكتة المهم. طيب أنا أجيب لك نكتة عن محشش. تمام. هذا محشش مصري بتحشش أول مرة يتحشش، أنا قد أتكلم لك النكتة يعني. المصور بتاعي مصري أسد محمد يعني ها فرمي شوية. لا بس عجبتني نكتتي ودائما الدياء ويضحكوا اصحاب المصريين اكثر. نعم شيء. نعم تفضل اسمعها. هذا مصري بعدين تحشش وبعدين بدا يعد 1 2 3 4 4 ما جبش 5 4 جاء واحد من الخارج قال كبسه يعني الشرطه كبسه ما وعد قال كبسه 6 7 اللي جنبه قال خلاص انتوا سمعين واحترف له عندي قال له سمعين 71 72 اللي جنبها الثاني قال خلاص ما تجيبوا سيرتي صاحب البيت قال سيرتي 40 50 60 جو الشرطة قالوا أولاد الكلب حشش وبدرة قال بدرة بعد بدرة بعد بدرة
الذي جنبه قال خلاص يا مغاوري دول زنقونا، قال زنقونا زنة ثانية زنة ثالثة ولا ده الحين احنا مزنوقين. اشكرك اشكرك الفنان القدير الجميل فنان الشعب الاستاذ محمد الاضرعي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. عودة اخيرة للاستاذ عبد الله الحرازي. استاذ عبد الله، اذا في الختام، في اللحظات او الدقائق الاخيرة من البرنامج، ايش ممكن انت الان احد ربما الذين يعني تلاحق او تساب او تشتم حتى في اهلك في وغيرك، كثر من الذين يحاولون يكتبون في هذا المجال، ايضا البعض يلاحق، كيف ممكن تواجهه انه تواصلوا في هذا الطريق وايضا تحفظوا شيء مما يعني عدم يعني جرحكم او عدم الاساءة لكم بطريقة او باخرى، او على الاقل تهديد حتى عن طريق الخاص؟ يا عزيزي، هذا الطريق من سار فيه هو يعرف المحاذير ويعرف الأثمان التي يجب أن يدفعها. كما قال الأستاذ محمد الأضرعي، ربما جبلنا على السير في هذا الطريق، أنا وغيري، أنا واحد من عشرات، وهنالك من هم أشد يعني كتابة وأشد يعني تأثيرا مما نقدمه نحن. بالتأكيد سنجد مثل هذه الأشياء، سنجد من يتضررون. نتمنى ألا نسيء لأحد، ألا نكون قد ظلمنا أحد. الظلم هو ما يمكن أن يكسر الخاطر ويكسر الروح. حين تسيء من حيث أنك تقصد أو تقصد الإحسان، هذا هو ما يمكن أن يؤثر، أما دون ذلك فلا نبالي. نعم أستاذ عبد الله، إذن لا نبالي. وحاب الشيء أقرأ، كنت أول على الهواء أنت بتقرأ آخر نقطة قلت على الواتس، إيش آخر نقطة وصلتك نختم بها؟ الحقيقة أنها يعني ربما وصلتني متأخرة، لأنه مجموعة أنا لا أدخل كثير، لكن هي نكتة تقول أنه الحوثي عمل بهذا الشعب مثل أب قال لعياله الذي يرقد بغير عشاء شدي له 1000، كانوا رقدوا كلهم جاوعين ومعهم من 1000 1000، خلاهم رقدوا وقام لفلف عليهم الألف الألف، بكروا الصبح قال لهم الذي ما بيش 1000 ما بيش للصبح. يعطيك ألف عافية، وانتهى يعني. شكرا لك الأستاذ الإعلامي أستاذ عبد الله الحرازي، ربما صفحتك منصة وجبهة إعلامية ونكتة سياسية يعني تشكل جبهة كبيرة في دعم المقاومة، دعم سعادة الدولة. شكرا لك أستاذ عبد الله الحرازي. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض في يعني دقائقنا الأخيرة تعليقات بعض أصدقاء البرنامج على صفحة البرنامج على الفيسبوك، نقرأ بعضا من هذه التعليقات حول النكتة السياسية. الدكتور وديع العزعزي يعلق بالقول: تستخدم النكتة أثناء الأزمات والحروب في جانبين، الجانب الأول يستخدمها الأفراد والمجتمع بشكل عام للتنفيس والتخفيف من معاناتهم، والجانب الآخر تستخدمها أطراف الأزمة أو الحرب كوسيلة من وسائل الحرب النفسية ضد بعضهم البعض. رأي آخر من صديق البرنامج الأستاذ علي الشريف يعلق بالقول: النكتة حالة مقاومة داخل الذات تسخر من الواقع، ويريد صاحبها القول: أنا ما زلت أقاوم وقوي أسخر من التحديات. علي الشريف. أيضا صديق البرنامج الأخ منير الوجيه يعلق: النكتة السياسية لها تأثير سلبي أحيانا، فهي تساعد على تقبل الواقع، وأكبر مثال واجهناه في الثورة الأسلوب الدرامي لعبد الجندي الذي كان يفرط في استخدام النكتة للتغطية على الجرائم. منير الوجيه. رأي آخر من الأخ عبد الله مؤمن يعلق بالقول: النكتة السياسية وسيلة لتغيير الرأي العام، وأحياناً لكثرة تكرارها تتحول مع الأيام لتكون أشبه بالأثر الذي يقول فيه كثير من المواقف المشابهة. عبد الله مؤمن. رأي أخير نختم به من الأخت سحر العريقي تعلق: أصبحت النكتة والسخرية لغة العصر السائد، لأن الظروف التي تمر بها اليمن والبلدان الأخرى لا يحتاج لها إلا أن الواحد يضحك عليها لغرابتها وتقلبها، وكلما كانت السخرية والضحك أكثر فذلك تأكيد بأن وجع الوطن والمواطن أكبر. سحر العريقي. ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. لم يبقى لنا في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من إسطنبول الإعلامي الأستاذ عبد الله الحرازي، معنا أيضا من صنعاء الصحفي والأستاذ منصور الجلادي، كذلك من عدن الصحفي القدير نعمان قائد، وكذلك الشكر هي
الشكر للفنان القدير محمد الأضرعي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا فريق البرنامج الزميل وديع عطاء وزميل إلهام عامر وكافة طاقم البرنامج. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من بين قوسين حتى الملتقى. السلام عليكم.